بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين متابعي القناة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. إخواني، قبل أن نبدأ الفيديو، إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إخواني، الكثير من أولياء التلاميذ وأبنائهم متحيرون عن الدراسة، وهل سيتم الدخول المدرسي من جديد أو أنه سيتم إلغاء الفصل الثالث، أو هل هناك تمديد للدراسة إلى غاية شهر جويلية أو أوت. فهنا إخواني سوف نقدم هذا الفيديو لنعرف أهم الخطط التي وزارة التربية بصدد تقديمها، حيث قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بخطة خاصة لإدارة نهاية الموسم الدراسي الحالي، وهذا من أجل مواصلة الدراسة للثلاثي الثالث. وقد أعلنت الوزارة أن هذه العملية ممكن ستمتد ابتداء من منتصف شهر أغسطس المقبل، وبالتالي تأجيل استئناف العام الدراسي القادم إلى غاية شهر نوفمبر، حيث أنه سوف يتم الاستقرار على 16 أوت 2020 إلى 8 أكتوبر 2020، وهو الفصل الثالث من العام الدراسي لسنة 2019-2020، ومن 2 نوفمبر 2020 إلى غاية 21 جانفي 2021 الفصل الأول من العام الدراسي 2021 إلى من الموسم الدراسي 2020-2021، ومن 31 جانفي 2020 إلى غاية 22 أفريل 2021 الفصل الثاني من العام الدراسي لموسم 2020-2021، ومن 2 ماي 2021 إلى 1 جويلية 2021 الفصل الثالث من العام الدراسي لسنة 2020-2021. وتعد هذه مبادرة أولى من الوزارة من أجل التكيف مع هذا الاستثناء الذي حدث في الجزائر وكافة العالم. وهناك أيضا متطورات أخرى سيتم التطرق إليها مع كافة أطياف المجتمع من نقابات وكذلك وجمعيات أولياء التلاميذ. هذا إخواني هو جديد وزارة التربية فيما يخص استئناف الدراسة في الجزائر. إخواني، إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إلى اللقاء.